ودلوقتي خلينا نتابع مع بعض أهم الأخبار اللي هتحصل النهاردة في سياق التقرير اللي جاي. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالنهاردة هيستقبل متحف البريد الزائرين بالمجان بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف اللي بيوافق 18 مايو من كل عام، وبينظم متحف البريد المصري مجموعة من الفعاليات والندوات التعليمية والألعاب الترفيهية للأطفال، بما يمكن الزائرين من الاطلاع على تاريخ البريد المصري بطريقة تفاعلية جذابة. النهاردة تفتتح جميع متاحف الآثار على مستوى الجمهورية والتابعة للمجلس الأعلى للآثار أبوابها مجاناً لزائريها من المصريين احتفالاً بيوم المتاحف العالمي اللي بيوافق يوم 18 مايو من كل عام، كما أنه يمكن لزائري هذه المتاحف في هذا اليوم المشاركة في الجولات الإرشادية للزائرين مجاناً للتعرف على كل متحف وما يحتوي من مقتنيات أثرية. النهاردة العشاء الكرة الإفريقية هيلتقي الأهلي مع الترجي التونسي في 8 مساء بتوقيت تونس، 10 بتوقيت القاهرة، في ذهاب الدور النهائي من منافسات دوري أبطال إفريقيا.